في البداية صاحب فكرة حلقة اليوم هو الأخ محمد العبثاني. فين التقينا وشفتك فين؟ وفين جلسنا سوا يا زين؟ ذكرني فين شفتك يا زين وقابلتك، بالله تقول لي التقينا فين؟ كلنا نسمع الرائعة هذه، بس مش عارفين أنه صاحب الأغنية اتعدى بعذاب شديد قبل ما يموت وبسبب زوجته. لكن قبل ما نعرف إيش القصة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا نهدي. الفنان محمد صالح عزاني صاحب الصوت العذب الممزوج بخليط من المشاعر والأحاسيس والانفعالات الإنسانية والفنية، ويعتبر من الفنانين القليلين اللي يمتلكوا حضور إبداعي على المسرح. العزاني كان يقدر يوصل لمرحلة التوحد الوجداني والإبداعي مع المستمع، وأول ما بدأ مشوار حياته الفنية كان متأثر بالفنان محمد مرشد ناجي، وكان يغني له أغاني كثيرة بصوته لحد ما قدر أنه يحصل على إعجاب المرشدي، وهذا الشيء اللي دفع المرشدي أنه يلحن له ألحان خاصة. وبعد فترة زمنية قصيرة أصر العزاني أنه ينفرد بموهبته ورفض أنه يكون مغني لغيره بالرغم من كل التحديات، لأنه ظهر في زمن العمالقة الكبار، إلا أنه قدر يحقق شهرة واسعة داخل اليمن وخارج اليمن. بدأ أول خطواته المنفردة بأغنية شلني يا دريول تجمل، وبعدها توالت الأغاني الشقية زي ظن إني نسيته وناقش الحنة والكثير غيرهم. بس نحن اليوم مش بصدد استعراض أعمال الفنان القدير محمد عزاني، لأنه أعماله كثيرة وغنية، مع أنه بالفعل العزاني ما كان حظه وافر زي غيره بتسجيل أعمال للإذاعة والتلفزيون، وأغلب أغانيه كانت مسجلة على أشرطة الكاسيت. بس هل تعرفوا شيء عن سبب وفاته؟ تعالوا بنهدر. العزاني في أوج شهرته كان له معجبات كثير زيه زي أي فنان مشهور، لكن كان في معجبة خاصة كانت تلاحق العزاني من مكان لمكان بشكل جنوني، وهذا الشيء طبيعي إنه يحصل مع أي فنان. المهم زوجة العزاني ما تحملت هذا الشيء، والغيرة أكلت قلبها وعقلها، وفي يوم دخل العزاني ينام طبيعي في غرفته وما كان عارف إيش ينتظره من زوجته، الزوجة اللي كانت محضرة دست مي وسكر على النار وسخنته لدرجة الغليان الشديد، ودخلت عليه الغرفة وهو نايم بأمان الله وسكبت المي والسكر الساخن عليه. العزاني ما صحى إلا وهو في المستشفى متأثر بحروق شديدة وتحت الرعاية المركزة، وجلس يتعذب عذاب شديد من الحروق. وبعد فترة قصيرة ما تتجاوزش الأيام توفى في تاريخ 18 مارس عام 1980. تحولت الزوجة للمحكمة، وبعد ما نظرت المحكمة في القضية أخذت بعين الاعتبار حالة الزوجة النفسية بسبب غيرتها عليه من المعجبات، وإنه ما كان قصدها الشروع بالقتل، كل اللي كان قصدها إنها تشوهه فقط. يا حلاوة. وقالت كمان إنه في الفترة الأخيرة كان يعاني من حالة نفسية صعبة، وفعلاً ففي السنة الأخيرة من حياة العزاني طلب من الشاعر أحمد بومهدي إنه يصيغ له حكايته في نص غنائي، وهذا اللي حصل. كتب له أغنية اتفقنا إننا ما نتفق، اتفقنا إننا ما نتفق، والحقيقة مهما كان فيها ألم وما بغى شعر في تفاهم. يحكي فيها عن قصة حبه الفاشلة والتجربة المريرة اللي مر فيها، وهذا الشيء اللي كان ينعكس على حياته الزوجية، فكان يضرب زوجته بعنف كثير من المرات وبشهادة الأولاد، حتى طفح الكيل بزوجته وحصل اللي حصل. فأصدرت المحكمة بحقها حكم مخفف هو السجن لعدة سنوات. رحم الله فنان الشعب محمد صالح العزاني. وما قلته في حقه في بداية الفيديو يعتبر قليل مقارنة بحجم إبداعه وفنه. في الأخير حاب أقول للرجال إنهم ينتبهوا على أنفسهم ويمنعوا التنور والأدوات الحادة من البيت ويقضوها أكل سفري، الوضع مش مطمن يا جماعة. والأهم من هذا كله إنه ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق مليح علشان نقدر نستمر في هدار. سلام يا حبايب.